مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع. أهلا بكم في هذه الحلقة والتي نقدمها لكم من مرسى الموج. والبداية مشاهدينا مع المحطة الرئيسية وفيها تتابعون: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد يستقبل معالي وزير الخارجية الياباني. جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة ينعم بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني لعدد من منتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني. كما تتابعون: بتكليف سام من لدن جلالة السلطان المعظم، وزير الأوقاف والشؤون الدينية يكرم الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. تفاصيل أكثر مشاهدينا في الدقائق التالية، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. يا بلاد يا روح هدات، يا حضن في حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن. يا بلادي يا روح ودات، يا حضنتي حضنك حياة، ندعي لك في سجدة صلاة ونجاهر حبك علن، يا عمان ما غيرك وطن. حبك في هالعرق انكتب، ما له تفاسير وسبب، حبك فلج فينا انسكب من عمر الزمن، يا عمان ما غيرك وطن. أنت تاج لعمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة، أنت تاج عمان، أنت تاج لعمان، أنت في العرب زعامة. لقد استوعبت المشروعات العمرانية والاقتصادية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء السلطنة خلال المرحلة الماضية العديد من الأيدي العاملة الوطنية، وأثبت القطاع الخاص تعاونه في تحمل المسؤولية، حيث اطلع بدور ملموس بالتعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة. ونحن نتطلع إلى دور أكبر يقوم به في المستقبل، خاصة في مضمار تنمية الموارد البشرية. شباب عمان، أبناؤكم يا سيدي، يتأصل في قلوبهم وعقولهم ولاء يتجدد مع كل عام، ولاء يكون هو الأنقى للقائد المفدى. منذ الخليقة كانت عمان فخار المكين وفخر المكان، ومنذ الخليقة كانت عمان فخار المكين وفخر المكان. عمان وشمس الدنا توأمان، تفيضان من نور في كل آن، عمان وشمس الدنا توأمان، تفيضان
عمان الهدى والرؤى للعيان، عمان الضياء بعين الزمان، عمان الضياء بعين الزمان. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي تارو كونو وزير خارجية اليابان والوفد المرافق له، حيث نقل معاليه تحيات القيادة في اليابان وتمنياتهم الطيبة لجلالة السلطان المعظم والحكومة بدوام التوفيق وللشعب العماني بالمزيد من النماء والتقدم. وقد استعرض صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد العلاقات المتنامية بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز التعاون القائم في العديد من المجالات التي تخدم مصلحة الشعبين الصديقين. تناول الحديث خلال المقابلة عدد من القضايا التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه أشار معالي تارو كونو إلى حرص اليابان على إعطاء العلاقات الثنائية دفعة جديدة تعزز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومؤكدا معاليه على أهمية المباحثات التي يجريها مع المسؤولين في السلطنة وأثارها الإيجابية. حضر المقابلة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، كما حضرها سعادة ميتسوغو سايتو سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، فأنعم على عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد بوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني بميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني. رعى المناسبة معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعسكر بيت الفلج، حيث قام معاليه بتقليدهم ميداليتي الخدمة الممتازة والثناء السلطاني تقديرا لإخلاصهم لخدمة وطنهم وتفانيهم في أداء الواجب الوطني المقدس. وهنأ معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع الضباط والأفراد بهذا الإنعام السامي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والاجتهاد والعطاء لرفعة هذا الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. حضر المناسبة الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة واللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العماني واللواء الركن بحري قائد البحرية السلطانية العمانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني واللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني والعميد الركن قائد الجيش السلطاني العماني بالإنابة. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، رعى معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية حفل تكريم الفائزين في مسابقة سلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 27، وذلك بجامع السلطان قابوس بولاية صحار. المسابقة شهدت هذا العام زيادة في عدد المشاركين من مختلف محافظات السلطنة، حيث وصل عدد المشاركين في الدورة الحالية إلى 2156 متسابقا ومتسابقة. وقام راعي المناسبة بتكريم الفائزين الأوائل والمجيدين في المسابقة، بالإضافة إلى تكريم عدد من أولياء الأمور والمشاركين والفئات الداعمة والمساندة للمسابقة.
يا من صنعت العزة والكرامة والحرية فينا، ما عزنا إلا من فيض محبتكم لعمان، وما كرامتنا إلا من بذل عطاياكم للإنسان. عمان تحييك يا سيدي وتدعو الإله بأن تسعد، عمان العظيمة يا سيدي تحبك فاض سلام. لأكثر من ثلاثة عقود ونحن نشكل جزءاً من إنجازاتكم وإنجازات الوطن، ننشر الأمل والسعادة، نتقاسم معكم لحظاتكم الجميلة وأحلامكم الكبيرة، نساهم في تحقيق طموحاتكم ونحدث تغييراً للأفضل في حياتكم، نلبي احتياجاتكم عبر التميز في الخدمات وتقديم أحدث المنتجات، فنحن شريككم المصرفي الذي يفخر دوماً بخدمتكم. لنسمو معاً ونسهم في تحقيق التقدم والازدهار لوطننا. أوربك، ريادة في التنمية والإنتاج. نعمل لتحقيق التنمية المستدامة. مواردنا البشرية سر نجاحنا. نضع السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتنا. شركاء في تنمية المجتمع. نحن في أوربك فخورون بخدمة عمان. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالاً متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. نرتقي بالمستوى الصحي للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على أسباب التلوث التي تسببها أنظمة تصريف المياه التقليدية، ونستبدلها بأنظمة التصريف الصحية الحديثة. نساهم في زيادة أعمال التشجير وري المسطحات الخضراء وري الحدائق العامة والمتنزهات وري الميادين الرياضية وملاعب الجولف، ونوفر المياه للاستخدامات الصناعية والمشاريع السياحية والمشاريع التجميلية كالشلالات الصناعية والنوافير. حياة للمياه، عمان أكثر خضراراً وصحة. سلام 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 سلام، حياة درة في جبين الزمان. سلام 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 سلام، حياة درة في جبين الزمان. حياة هامة المجد يا موطني، حياة من لها العز والصول كان. حياة هامة المجد يا موطني، حياة من لها العز والصول كان.
ونواصل تقديم ملفات هذه الحلقة، وفي المحطة التالية تتابعون: مجلس الخدمة المدنية يناقش تنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات عملهم وواجبات وظائفهم. إعلان مسقط في الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية يوصي ببناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء، وإرجاء تطبيق اتفاقية ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019 وتطبيق الضريبة الانتقائية منتصف العام المقبل. كما تتابعون: إطلاق أول مشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالسلطنة بتكلفة تقدر بنصف مليار دولار أمريكي. وهناك موضوعات مختلفة ومتنوعة مشاهدينا، فنرجو أن تتفضلوا بالبقاء. ناقش مجلس الخدمة المدنية خلال اجتماعه الرابع لهذا العام تنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. واستعرض المجلس التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثالث للعام الجاري. وبحث المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات تعيين وتعاقدات لبعض الوظائف الفنية. كما ناقش المجلس طلبات بعض الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها. ترأس الاجتماع معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية. تم هذا الأسبوع الاحتفال بافتتاح مبنى قيادة شرطة محافظة الشمال الشرقية وتخريج عدد من فصائل الشرطة المستجدين. ويعد افتتاح مبنى قيادة شرطة محافظة الشمال الشرقية بولاية إبرة كأحد المشاريع الأمنية الحديثة في المحافظة واستمرارا لعملية البناء والتطوير الذي تقوم به شرطة عمان السلطانية، وذلك لتعزيز التواجد الشرطي وتسهيل الخدمة الشرطية لدى أبناء المحافظة. رعى حفل الافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية. الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية الذي استضافته السلطنة هذا الأسبوع ناقش دور البرلمانات العربية في السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار. وجاء الملتقى ضمن سلسلة من المنتديات الإقليمية المشتركة بين البرلمانات حول العلوم والتكنولوجيا التي تنظمها المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم. رعى افتتاح الملتقى مع الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة. على بحر عمان يلتقي البرلمانيون العرب. السلطنة تستضيف الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية
وسط نقاشات مفتوحة لقضايا العلوم والابتكار والنظر في تعزيز التشريعات والسياسات وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء المنضوية تحت مظلة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة التي عقدت الملتقى بالتعاون مع مجلس الدولة. المشاركون من الدول العربية ومن سلطنة عمان من أجل النقاش الأوضاع الراهنة في الوطن العربي في مجال الدبلوماسية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومعرفة الصعوبات والعوائق والتحديات، وذلك من أجل التوصل إلى آليات وكيفية تفعيل دور هذه اللجان لتحقيق التنمية المستدامة. أهمية الابتكار وتوطين العلوم، وكما نعلم هنالك أهمية كبيرة جدا لدور الابتكار في الاقتصاد وتعزيز الدور الذي يقوم به الاقتصاد في الابتكار في الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات. هل للبرلمانات العربية دور في السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار؟ سؤال أجيب عنه بأهمية وضع تشريعات تساهم في التنمية المستدامة واقتصاد الدول. وفي محور آخر ذهب الحديث إلى الدبلوماسية البرلمانية العمانية ودورها في تدعيم التعاون العلمي الإقليمي. لو ترى دول الإسلامية لديها مخزون هائل من الخبرات، وكذلك لها ثقل اقتصادي على مستوى العالم. علينا أن ننمي هذه الجوانب ونهتم فيها، لأن هي القاعدة الأساس التي تنهض عليها الدول. برلماناتنا يجب أن ترتقي إلى مستوى التغيير اللي بيحصل في مجال العلوم، وبما يعني أن السياسات تتغير بتغير الأحداث ويجب أن تتواكب مع ما يحدث في العالم. يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز دور البرلمانيين في إيجاد تشريعات ونظم داعمة لموضوع الابتكار، كما يهدف أيضا إلى المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الداعمة لموضوع العلوم والابتكار. السلطنة من جانبها تعمل على مشروع استراتيجية وطنية للابتكار وبدء دخولها في تقنية سلسلة الكتل البلوكتشين عبر ناد قيد التأسيس. هذا وخرج الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية بإعلان مسقط الذي أوصى بعدة توصيات أبرزها المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار ومواكبة الطفرة السريعة للتكنولوجيا والتقدم العلمي وربط مخرجات البحث العلمي بعملية اتخاذ القرار والتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا بالدول الأعضاء والدعوة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء. ناقش مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية خلال اجتماعه الرابع عدداً من الموضوعات، منها مشروع موازنة الإيرادات والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للصندوق لعام 2018 وقرر اعتمادها. واطلع المجلس على القوائم المالية الربع السنوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بالإضافة إلى اعتماد دليل إدارة مخاطر الصندوق. كما استعرض المجلس مؤشرات أداء الصندوق التي تضمنت التدفقات النقدية وموقف استثمارات الصندوق المقررة وفقاً للخطة الاستثمارية المعتمدة للعام الحالي ومتابعة موقف مشاريع الصندوق الجاري تنفيذها. كما ناقش المجلس التعديلات الجديدة على لائحة الاستثمار. ترأس الاجتماع مع الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. أعلنت وزارة المالية عن إرجاء تطبيق اتفاقية ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن ذلك يأتي لإعطاء كافة القطاعات الحكومية والخاصة الفرصة لإنهاء الإجراءات والقوانين المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة. وأشار المصدر إلى أن تطبيق ضريبة الانتقائية على بعض السلع سيتم مع النصف الثاني من العام 2018. ويأتي تطبيق اتفاقية القيمة المضافة في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستبدأ بعض دول المجلس تطبيقها مع مطلع العام 2018.
هذا وقال معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إن السلطنة تعمل على تجهيز قانون ضريبة القيمة المضافة والذي سيصدر في وقت لاحق. وأكد معالي في تصريح لوسائل الإعلام أن القانون سيساوي بين الجميع في دفع الضريبة، وأن هناك استعدادات من قبل الحكومة والشركات التي تطلق الضريبة، ولكن تحتاج الإجراءات لبعض الوقت. وأشار معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية إلى أن هناك إعفاءات ستتخذ لبعض السلع والخدمات وفقا للاتفاق بين دول مجلس التعاون. ويأتي تطبيق اتفاقية القيمة المضافة في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي سيتم تنفيذها مطلع العام 2018. شهد نظام الدعم الوطني للوقود ارتفاعا ملحوظا بنسب المسجلين، وذلك مع قرب البدء الفعلي لتطبيق النظام ورفع تثبيت سعر وقود 91 اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل. ويتيح النظام للمسجلين إمكانية اختيار شركة الوقود المفضلة، كما يشمل الدعم كل من تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويمتلكون مركبة مسجلة لدى شرطة عمان السلطانية أو قارب صيد مرخص لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية، ولا يتجاوز الدخل الشهري عن 600 ريال عماني. ويتيح النظام للمستحقين الحصول على 200 لتر من وقود 91 شهريا بسعر 180 بيسة لكل لتر. أكثر من 140,600 مستفيد إجمالي المسجلين بنظام الدعم الوطني للوقود، شكل الذكور منهم العدد الأكبر والموظفون النسبة الأعلى حتى إعداد هذا التقرير، والأرقام في تصاعد مستمر، حيث ما زال التسجيل متاحا وغير مقيد بفترة زمنية. مع الإعلان الرسمي عن بداية التسجيل في نظام الدعم الوطني للوقود، كان هناك إقبال كبير من الفئة المستحقة للدعم عن طريق التسجيل في نظام الدعم الوطني. أيضا كانت هناك متابعة مستمرة من قبل الفريق المعني بتنفيذ أو تطبيق نظام الدعم الوطني، متابعة كانت تشمل الرد على جميع الاستفسارات والملاحظات التي ترد سواء لحسابات التواصل الاجتماعي المعنية بالنظام أو التي تصل إلى مركز اتصالات المعني أيضا بالنظام، والذي يعمل على مدار الأسبوع من الساعة 8 إلى الساعة 5 مساء. أكثر من نصف المسجلين اختاروا حتى الآن شركة النفط العمانية للتسويق كمحطة مفضلة لتعبئة الوقود، والنظام يتيح إمكانية الاختيار. يأتي ذلك مع قرب البدء الفعلي لتطبيق النظام ورفع تثبيت سعر الوقود من نوع 91 اعتبارا من الأول من شهر يناير عام 2018. كنا من زمان يعني ننتظر هذا النظام، ولما نزل والحمد لله كنت من ضمن المستوفين للشروط هذا الدعم، دخلي أقل من 600، أمتلك مركبة خاصة لي مسجلة بالشرطة. طبعا بخصوص التسجيل كان بدون مجاملة، كان جدا سلس. ويشمل الدعم كل من تزيد أعمارهم عن 18 سنة ويمتلكون مركبة مسجلة لدى شرطة عمان السلطانية أو قارب صيد مرخصا لدى وزارة الزراعة والثروة السمكية، ولا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري عن 600 ريال عماني، إذ يمكن النظام المستحقين من الحصول على 200 لتر من وقود 91 شهرياً بسعر 180 بيسة لكل لتر. أعلنت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إطلاق أول مشروع لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بالسلطنة، بهدف دعم استراتيجية الاستدامة في السلطنة من خلال استغلال مصادر الطاقة المتجددة. وتقدر التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم إنشاؤه في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. ومن المؤمل أن يتم تشغيل المشروع تجارياً مطلع عام 2021. تماشياً مع رؤية السلطنة لتنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، وفي إطار سعي الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إحدى شركات مجموعة نما، أعلنت الشركة عن إطلاق أول مشروع مستقل لإنتاج الكهرباء
باستخدام الطاقة الشمسية في السلطنة. هو باكورة المشاريع في هذا المجال، ويأتي تنفيذا للسياسة الواضحة والأهداف الواضحة في تفعيل استغلال الطاقة المتجددة نحو ديمومة إنتاج الطاقة من هذه الموارد، بما يجلب منافع اقتصادية وبيئية وصحية في نفس الوقت. وتبلغ التكلفة التقديرية حوالي 500 مليون دولار أمريكي، سيتم إنشاؤه من قبل القطاع الخاص، ويتضمن نطاق عمل المشروع إنشاء وتملك وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات. ومن المتوقع أن يتم إنشاء المحطة في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وسيساهم هذا المشروع في تزويد ما يقدر ب33,000 منزل. من ضمن خططنا هو إقامة مشاريع أخرى في المناطق الداخلية، خصوصا في ولاية أدم، وممكن المناطق المستقبلية تشمل مناطق في وسط السلطنة أيضا، في حالة تفعيل الربط الكهربائي بين شبكة رئيسية في الشمال وشبكة ظفار. ووفقا للمخطط الزمني للمشروع، سيتم ترسية المشروع في الربع الرابع من عام 2018 وتشغيله تجاريا مع بداية عام 2021. كما تعتزم الشركة بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء والشركة القابضة لخدمات البيئة البدء في الأعمال التحضيرية لتقييم إمكانية تطوير محطة كهرباء باستخدام آلية تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية. الحرية العظيمة في هذا الكون هي نافذة تفتح للقاء الإنسان بالإنسان، وما حريتنا إلا من عمق فكركم للتسامح وللسلام. ثقتكم بنا تستحق التقدير. المزيونة من بنك مسقط، مجموعة جوائز بقيمة 10 ملايين ريال عماني، تقديراً لثقتكم وولائكم زبائننا الكرام. ابدأ بالتوفير الآن فقد تكون أنت الفائز. بنك مسقط، هيا ننجز أكثر. أوربك، ريادة في التنمية والإنتاج. نعمل لتحقيق التنمية المستدامة. مواردنا البشرية سر نجاحنا. نضع السلامة والبيئة في مقدمة أولوياتنا. شركاء في تنمية المجتمع. نحن في أوربك فخورون بخدمة عمان. تعزيز العلاقات يتطلب أجيالا متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل، والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز.
ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو. نرتقي بالمستوى الصحي للمواطنين والمقيمين من خلال القضاء على أسباب التلوث التي تسببها أنظمة تصريف المياه التقليدية ونستبدلها بأنظمة التصريف الصحية الحديثة. نساهم في زيادة أعمال التشجير وري المسطحات الخضراء وري الحدائق العامة والمتنزهات وري الميادين الرياضية وملاعب الجولف، ونوفر المياه للاستخدامات الصناعية والمشاريع السياحية والمشاريع التجميلية كالشلالات الصناعية والنوافير. حياة للمياه، عمان أكثر خضرارا وصحة. التالية مشاهدينا نواصل تقديم فقرات هذه الحلقة، وفيها تتابعون: مجلس الدولة يقر مقترحا لإنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم، ويقرر رفع المقترح إلى مجلس الوزراء، وانطلاق أول رحلة طيران تجريبية من مبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي. كما تتابعون: بنك التنمية العماني يدشن الهوية والاستراتيجية الجديدة مستهدفا فتح آفاق تمويلية تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة. وإلى جانب هذه الموضوعات مشاهدينا، هناك مواضيع أخرى متنوعة، فابقوا معنا. لقد استوعبت المشروعات العمرانية والاقتصادية والتجارية والصناعية في مختلف أرجاء السلطنة خلال المرحلة الماضية العديد من الأيدي العاملة الوطنية، وأثبت القطاع الخاص تعاونه في تحمل المسؤولية، حيث اطلع بدور ملموس بالتعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة. ونحن نتطلع إلى دور أكبر يقوم به في المستقبل، خاصة في مضمار تنمية الموارد البشرية. شباب عمان، أبناؤكم يا سيدي يتأصل في قلوبهم وعقولهم ولاء يتجدد مع كل عام.
ولاء يكون هو الأنقى للقائد المفدى. أقر مجلس الدولة دراسة اللجنة الاقتصادية حول إنشاء مناطق حرة في محافظتي البريمي ومسندم، وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء. وأوضحت النقاشات أن المناطق الحرة الثلاث في صلالة وصحار والمزيونة تساهم بنسبة 2% فقط في الناتج المحلي الإجمالي. ترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس مجلس الدولة. تساؤلات لأعضاء مجلس الدولة حول أهمية إنشاء مناطق حرة بمحافظتي مسندم والبريمي في الوقت الراهن بعد دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية، فجاء الإقرار بعد نقاشات مستفيضة من المجلس وقرر رفعها إلى مجلس الوزراء. رقم متواضع يراه الأعضاء حول مساهمة المناطق الحرة الثلاث صلالة وصحار والمزيونة والمتمثل ب 2% في الناتج المحلي الإجمالي. يمثل الإيرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي 10% فقط، ومن باب استغلال الموارد المختلفة ولقد حب الله سبحانه وتعالى هذه الأرض الطيبة بالموقع المتميز والتنوع في التضاريس، فجاءت توصية لإقامة مناطق حرة في محافظتي مسندم والبريمي، وكذلك أيضا التوصية باستغلال المناطق الحرة الحالية، بحيث التوصية الأولى وضع رؤية متكاملة لهذه المناطق تتسم بالتكاملية فيما بينها. حديث أعضاء مجلس الدولة أشار إلى قصة البيروقراطية التي أدت إلى انسحاب بعض رؤوس الأموال، متطرقين إلى أهمية التكامل بين المناطق الحرة القائمة حالياً وتسهيل مرور البضائع، وأن يكون للمناطق الحرة مساهمة أكبر في توليد وظائف للباحثين عن عمل. وبالتوازي مع ذلك، فإن الحديث ذهب إلى أهمية إضافة إنشاء منطقة حرة بمحافظة الظاهرة مع قرب افتتاح المنفذ البري الرابط بين السلطنة والمملكة العربية السعودية. المناطق الحرة طبعا هي أداة تستخدم في أغلب الدول العالم لتحقيق عدد من الأهداف التنمية الاقتصادية وأهداف أخرى اللي هي اجتماعية، من ضمنها اللي هي جذب رؤوس الأموال الأجنبية، خلق فرص عمل، وأهم المكاسب أو اللي يمكن تحقيقها اللي هو جعل القطاع الخاص هو الذي يحرك الاقتصاد في تلك المنطقة. رؤية لكل منطقة حرة وإيجاد مرجعية تمثلها أمام الجهات الدولية وصية مهمة أدلت بها اللجنة الاقتصادية، فجل ذلك ينصب في مصلحة الدخل القومي للبلاد.
هذا واحتفل مجلس الدولة بمرور 20 عاما على إنشائه بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المندري رئيس المجلس والمكرمين أعضاء المجلس وعدد من أعضاء المجلس السابقين. وتضمن برنامج الاحتفال كلمات بهذه المناسبة والعديد من الفقرات تشتمل على عرض لوقائع افتتاح مجلس عمان وتقديم عرض مرئي لأهم إنجازات مجلس الدولة طوال العقدين الماضيين، إضافة إلى عرض وثائقي عن المجلس استعرض مراحل تطور مسيرة الشورى في السلطنة واختصاص وصلاحيات المجلس وآلية عمله وعضويته. في اجتماعه الخامس لدور الانعقاد السنوي الثالث، بحث مكتب مجلس الشورى دراسة الاستثمار الخاص في القطاع الصحي والضمانات والرسوم المالية المفروضة على أنشطة الكسارات والمحاجر. كما استعرض المكتب رد وزارة المالية بشأن موضوع القروض الخاصة للشركة العمانية للنقل البحري، حيث وافق المكتب على مقترحات وزارة المالية بشأن تحويل القروض الحكومية قصيرة الأجل وجزء من القرض الحكومي طويل الأجل الممنوحة للشركة إلى رأس مال. وناقش الاجتماع كذلك طلب إلغاء إلزامية الاتساب لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بغرفة تجارة وصناعة عمان. ترأس الاجتماع سعادة المهندس محمد بن أبو بكر الغساني نائب رئيس المجلس. نظمت وزارة النقل والاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني والشركة العمانية لإدارة المطارات رحلة تجريبية لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي، والتي تكللت بالنجاح دون أي ملاحظات تذكر. وقد شارك في هذه الرحلة التجريبية أكثر من 200 شخص من المسؤولين والمختصين في قطاع الطيران المدني وممثلي وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. هذا ومن المقرر أن يتبع هذه الرحلة العديد من التجارب خلال الفترة القادمة، التي ستتضمن استخدام العديد من الطائرات لفحص جميع مواقف الطائرات الجديدة للتأكد النهائي من تكامل جميع الأنظمة. وصول المسافرين إلى مطار مسقط الدولي الجديد لخوض تجربة أول رحلة تجريبية. المسافرون أنهوا إجراءات سفرهم عبر 118 منضدة من قبل شركات الطيران و82 لشرطة عمان السلطانية. كانت يعني إجراءات كلها موفقة وناجحة، في جاهزية كبيرة من قبل كل الفرق اللي موجودة هنا، جرت الأمور يعني وفق نجاح تام. ما توقعنا أن نحصل على حقائب، فكان في حقائب لكل مسافر عند الدخول، أيضا في نقطة أيضا تحقق من الهويات وجوازات السفر التجريبية ليست حقيقية، كان في دقة كبيرة جدا. المسافرون يصعدون إلى الطائرة لتقلع في الساعة 11:15 صباحا بقيادة الطيار حافظ الخاطري. فماذا قال الكابتن بعد الرحلة التجريبية؟ ما كان في أي تأخير، كان تماما الموظفين الأرضيين جاهزين لاستقبال الطائرة، وحتى بعد قدومنا من الرحلة القصيرة اللي استغرق حوالي 10 دقائق إلى 15 دقيقة جينا إلى البوابة رقم 106 البوابة الجديدة لأول مرة نستقبل هذه الطائرات. كان جميع الموظفين جاهزين لاستقبال الطائرة. مبنى المسافرين في مطار مسقط الدولي الجديد طاقته الاستيعابية تبلغ 20 مليون مسافر سنوياً. المبنى يتضمن أيضاً 40 جسراً جوياً لنقل المسافرين من وإلى الطائرات عن طريق 29 صالة انتظار. التجربة الحمد لله نجحت نجاحاً باهر، سواء فيما يتعلق بإجراءات المغادرة أو إجراءات الوصول إلى القدوم إلى مطار مسقط الدولي. وطبعاً الإجراءات شملت أيضا كذلك إجراءات الخارجية فيما يتعلق بالطائرة، وقوفها في مكان الوقوف وربطها أيضا بالجسور التي تربط الطائرة بمبنى المسافرين. من المؤكد أن هذا المشروع الكبير جدا يعد أحد أضخم
مشاريع النهضة العمانية، حيث تجاوزت يعني التكلفة لها 5 مليار، فبالتالي يعول كثيرا على مطار مسقط الدولي في تنشيط السياحة وفي تنشيط الاقتصاد وحركة الطيران. الرحلة التجريبية الأولى تتبعها تجارب أخرى حتى بدء التشغيل التجاري الفعلي لمطار يضاهي أكبر المطارات في العالم. هذا وأكد سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني أن الرحلات التجريبية ستستمر خلال شهر يناير المقبل بمعدل رحلتين أسبوعياً. وأشار سعادته أن نسبة إنجاز التجارب التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد بمطار مسقط الدولي بلغت أكثر من 60%. راح تستمر إن شاء الله هذه التجارب في شهر يناير بمشاركة مجموعة كبيرة من المتطوعين، ستصل إلى 17,000 متطوع في شهر يناير. طبعا بعض التجارب سيتجاوز المشاركين فيها أكثر من 3,000 مشارك، والهدف أنت تفحص كل شيء في هذا المطار، ليس فقط الأنظمة ولكن أيضا خط سير المسافرين سواء في رحلتهم للمغادرة أو رحلتهم القادمة إلى مطارات السلطنة. النسبة لا بأس فيها تتجاوز 60%، مع أنه كانت التجارب الأولى طبعا كانت تعتبر تجارب أساسية، ولكن الحمد لله حققت نسبة نجاح عالية. احنا نعول الآن الكثير في الحقيقة فيما يتعلق بالتجارب اللي هي المتقدمة بمشاركة المتطوعين. اعتمد معهد الإدارة العامة أكثر من 200 برنامج في الخطة التدريبية للمعهد لعام 2018، وأكد المعهد أن الخطة التدريبية الجديدة للعام المقبل ستغطي 3 مسارات للبرامج العلمية، وهي الإدارية والتخصصية والتنمية الشخصية، حيث سيبدأ المعهد برامجه التدريبية للعام 2018 ببرنامجي القادة الحكوميين قادة وإعداد القيادات الحكومية قادة المستقبل. كما يعتزم معهد الإدارة العامة مواصلة طرح برامج الإضاءات المعرفية بالإضافة لبرامج تدريبية خارجية بالتعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقة. ترأس اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد. في الذكرى 40 لتأسيسه، دشن بنك التنمية العماني هوية واستراتيجية جديدة مستهدفا فتح آفاق تمويلية تواكب رؤية المستقبلية للسلطنة ودعم تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما يتطلع البنك من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية وبأفضل الممارسات العالمية في التمويل التنموي. رعى حفل التدشين وإطلاق استراتيجية البنك معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. بنك التنمية العماني يدشن هوية واستراتيجية جديدة إلى عام 2022 بمناسبة الذكرى 40 لتأسيسه، مستهدفا فتح آفاق جديدة في مسيرة التمويل التنموي وتعزيز خطط الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية ذات القيمة المضافة وتوفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني. يبلغ إجمالي ما قدمه البنك حتى الآن في حدود 700 مليون ريال عماني في جميع القطاعات الاقتصادية. اليوم البنك أيضا يدشن استراتيجية جديدة، وهذه الاستراتيجية سوف تتيح له تقديم المزيد من القروض، التوسع في المجالات التي يقدم لها قروض، منها مثلا القطاع اللوجستي وقطاع تقنية المعلومات وغيرها، وأيضا سوف يتم التركيز على الاحتياجات التمويلية لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن تحقق المحفظة الإقراضية في الاستراتيجية الجديدة نموا مضاعفا يصل إلى 411 مليون ريال عماني مقارنة بمستواها في العام الحالي الذي يبلغ 137 مليون ريال عماني. الاستراتيجية الجديدة تتركز حول تمويلات قطاعات البنك المختلفة ولا سيما قطاع الأعمال الصغيرة المتوسطة. كما تعلمون بأن البنك يمول كافة القطاعات، سابقا كان البنك يركز على بعض القطاعات، الآن التركيز سيكون على القطاعات التي أعطتها الخطة الخمسية التاسعة أولوية.
فالخمس سنوات القادمة لتنفيذ هذه الخطة الاستراتيجية ستكون مركزة في الخطة الخمسية التاسعة. الاحتفالية شارك فيها 25 مستفيدا من قروض البنك في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهم ضمن 41,000 مشروع مولها البنك، والتي يقدر أنها وفرت أكثر من 100,000 فرصة عمل. تمويل بنك التنمية ساعدنا على أساس أن نوفر الآلات لصناعة العطور. كبداية يعني كنا محتاجين التمويل هذا، بس وجود بنك التنمية الحمد لله يعني تجاوزنا هذه الصعوبات. دعم البنك التنمية العماني هو دعمنا في المشروع، حيث أن المشروع يبلغ تكلفته 800,000 ريال عماني. طبيعة الحال ما عدنا القدرة لتكملة المشروع بهذه التكلفة الإجمالية، فتوجهنا لبنك التنمية مشكورين، وقاموا وما قصروا معنا ودعمونا ب 315,000 ريال عماني، والحمد لله اكتمل المشروع يعني بجهودهم وتعاونهم معنا. ويؤكد البنك أن إجمالي التمويل الذي قدمه خلال العشر سنوات الماضية بلغ 428 مليون ريال، نصفه تقريبا ذهب إلى القطاع الصناعي والتعدين، بينما توزعت النسبة الباقية على قطاعات الثروة السمكية والسياحة والخدمات المهنية والثروة الحيوانية والتعليم والصحة. وقعت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء 3 اتفاقيات بقيمة أكثر من 4 ملايين ريال عماني. تتعلق الاتفاقية الأولى والثانية بتوسعة محطة المعبيل الجنوبية ومحطة الخويرة الجنوبية الكهربائيتين، بينما تتعلق الاتفاقية الثالثة بإنشاء محطة بوشر للكهرباء. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع مساعي الشركة في سبيل التطوير والتشغيل الآمن والاقتصادي لشبكتها الكهربائية في محافظة مسقط، بما يتوافق مع متطلبات التنمية الشاملة في مجالات التطوير العمراني والاقتصادي والصناعي. وسيساهم تنفيذ هذه المشاريع في رفع كفاءة الشبكة الرئيسية للكهرباء لمقابلة ارتفاع الأحمال نظراً للتوسع السكاني المضطرد في المناطق التي تغطيها هذه المحطات. للعمانيين في محفل الأيام يوم لم يزل بجماله يرقى ولا ينسى، وبذكراه يتفاخر الناس لكي يبقى. عمان تحييك يا سيدي وتدعو الإله بأن تسعد، عمان العظيمة يا سيدي تحبك الله سلام. إلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا بحضراتكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع والتي قدمناها لكم من مرسى الموج. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق البرنامج وتحيات معد البرنامج عادل الحمداني، وتقبلوا تحيات مخرج البرنامج هلال المالكي. في أمان الله. فخر المكين وفخر المكان، عمان وشمس الدنا توأمان، تفيضان من نور في كل آن. عمان وشمس الدنا توأمان، تفيضان من نور في كل آن. عمان الهدى، عمان الهدى والرؤى للعيان، عمان الضياء بعين الزمان، عمان بعين الزمان.
تمضي السنون وتجري العصور لتشرق شمس ويبزغ نور وتمضي السنون